أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستعرض معا درسا من وحدة الجداء السلمي في الفراغ لطلاب الثالث الثانوي العلمي، وهو بعنوان العبارات المختلفة للجداء السلمي. العبارة الأولى: الجداء السلمي لشعاعين U و V هو العدد الحقيقي الذي يقرأ U سلميا V يساوي نصف مضروب بالقوس الآتي مربع نظيم U زائد V ناقص مربع نظيم U ناقص مربع نظيم V. تدريب: أطوال الأشعة U و V و U زائد V هي بالترتيب 6 و 8 و 10. أيكون الشعاعان U و V متعامدين؟ نعلم عزيزي الطالب أن الشرط اللازم والكافي لتعامد شعاعين هو أن يكون الجداء السلمي يساوي صفر، الجداء السلمي للشعاعين U و V أن يكون معدوما. الحل: U سلميا V يساوي نصف مضروبا بالقوس الآتي مربع نظيم U زائد V ناقص مربع نظيم U ناقص مربع نظيم V. بالتعويض: نصف 100 ناقص 36 ناقص 64 يساوي صفر. لاحظ عزيزي الطالب في نص التمرين نظيم U 6 نظيم V 8 ونظيم المجموع U زائد V يساوي 10. عندئذ بالتعويض وجدنا الناتج صفر، فالشعاعان U و V متعامدان. العبارة الثانية: إذا كان الشعاعان U و V غير معدومين فإن. U سلميا V يساوي نظيم U بنظيم V بكوساين الزاوية تيتا. ما هي تيتا؟ تيتا هو قياس الزاوية الهندسية للشعاعين U و V. تدريب: A B C D رباعي وجوه منتظم، كل وجه فيه مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه A. احسب الجداءات الآتي: A B سلميا A C، A B سلميا A D، و A B سلميا C D. أولا حساب A B سلميا A C. قلنا أن رباعي الوجوه المنتظم كل وجه فيه مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه A كما نلاحظ في الشكل جانبا. الشعاع AB، الشعاع AC، الزاوية الهندسية بين الشعاعين هي BAC، ولأن المثلث متساوي الأضلاع فتساوي بي على 3. عندئذ بكل بساطة AB سلميا AC يساوي AB في AC بي كوساين الزاوية BAC. بالتعويض: AB سلميا AC، AB يساوي A، AC يساوي A، الجداء A مربع كوساين الزاوية بي على 3 نص، النتيجة نصف A مربع. ثانيا حساب AB سلميا AD. لاحظ عزيز الطالب AB الشعاع AD، الزاوية بينهما هي الزاوية BAD. عندئذ AB سلميا AD يساوي AB في AD بكوساين الزاوية الهندسية BAD،
وبالتعويض آ في آ بكوساين بي 3 ويساوي آ مربع 2 النتيجة. ثالثا حساب آ بي بي آ دي. لاحظ مرة أخرى الشكل، الشعاع آ بي، الشعاع سي دي. هنا لا نستطيع تحديد الزاوية الهندسية. عندئذ AB BCD يساوي AB، نستطيع كتابة CD بالشكل AD ناقص AC. وباستخدام قواعد الحساب واعتمادا على جداءات سابقة، AB سلميا CD يساوي AB بAD ناقص AB بAC ويساوي A مربع 2 حسب ما مر معنا في الجداء السابق ناقص A مربع 2 أيضا، النتيجة 0. نستنتج عزيزي الطالب أن الشعاعان AB وCD متعامدان لأن الجداء السلمي معدوم. العبارة الثالثة، العبارة التحليلية للجداء السلمي في معلم متجانس إذا كان لدينا شعاعان U X Y Z و V X فتحة Y فتحة Z فتحة، كان U سلميا V يساوي X X فتحة زائد Y Y فتحة زائد Z Z فتحة. تدريب، نعطى في هذه الفقرة معلما متجانسا O I J K. بين فيما يأتي إذا كان الشعاعان و V متعامدين. الشعاع U مركباته 5 على 4 ناقص 3 على 2 نص، والشعاع V مركباته ناقص 2 على 5 فاصل 2 فاصل 3. بكل سهولة نستطيع حساب U سلميا V، ناقص 2 على 5 ضرب 5 على 4 يساوي ناقص نص، 2 ضرب ناقص 3 على 2 يساوي ناقص 3، 3 ضرب نص يساوي 3 على 2. وبإجراء الحسابات نجد النتيجة ناقص 3 زائد 1 يساوي ناقص 2 ولا يساوي 0. إذن الشعاعان غير متعامدين. العبارة الرابعة، إذا كانت النقطة H المسقط القائم في المستوي B للنقطة C على المستقيم AB، كان AB سلميا AC يساوي AB سلميا AH، AB سلميا AC يساوي AB سلميا AH. لاحظ الشكل عزيز الطالب، الشعاع AB، الشعاع AC، لاحظ H هي مسقط C على المستقيم AB في المستوي B. عندئذ AB سلميا AC ما هو إلا AB سلميا AH. AB CD EFG H مكعب طول ضلعه A. المطلوب حساب الجداءات الآتي، AE سلميا AF، AE سلميا CH، AE سلميا AJ. أولا حساب AE سلميا AF، لاحظ عزيزي الطالب الشعاع AE والشعاع AF. بما أن E مسقط F على المستقيم AE حسب العبارة الأخيرة، AE سلميا AF ما هو إلا AE
سلميا آئي، ويساوي آ مربع لأن طول حرف المكعب آ. إذن لاحظ إي مسقط إف على آئي، وحسب العبارة الأخيرة آئي سلميا آف ما هو إلا آئي سلميا آئي ويساوي آ مربع. حساب آئي سلميا سي اتش، لاحظ عزيزي الطالب آئي سلميا سي اتش ما هو إلا آئي سلميا بي. لماذا؟ الشعاع بي يساوي سي اتش، وآ مسقط بي على المستقيم آئي كما نلاحظ في الشكل، عندئذ آئي سلميا سي اتش ما هو إلا آئي سلميا آئي ويساوي آ مربع. إذن مرة أخرى آئي سلميا سي اتش، استبدلنا الشعاع سي اتش بالشعاع بي اي، ولأن آ مسقط بي على آئي عندئذ حسب العبارة الأخيرة آئي سلميا سي اتش هو آئي سلميا آئي. حساب آئي سلميا آجي كما نلاحظ في الشكل آئي سلميا آجي، عزيزي الطالب إي هي مسقط جي على المستقيم آئي كما نلاحظ في الشكل. عندئذ آئي سلميا آجي ما هو إلا آئي سلميا آئي ويساوي آ مربع. إذن بما أن إي مسقط جي على المستقيم آئي، فإن آئي سلميا آجي يساوي آئي سلميا آئي ويساوي آ مربع. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلاب، أستودعكم على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات لطلاب الثالث ثانوي العلمي.